أفراد عائلتي الكبيرة شهد مواليد 2007 وآية مواليد 2009 وحمودي 2010 وأسيل 2018 هدول استشهدوا الله يرحمهم. ظلت عندي بنت عمرها سنة ونص بس والعائلة. والله كنت ساكن بسلقين بالطابق التالي. أنا بنايتي 5 طوابق. بعد ما الساعة شيء 4:17 بالضبط أنا سهران أنا والعيال وفي بنت الله يرحمها الكبيرة، بقية نايمين الأولاد. هزت الأرض هزة قويات. فتحت الباب، أنا جيت بدي أفتح الباب تناوقت، صحت للأولاد صرت هون تشاهد، صحت للحرمي قلت له عالسريع انزلوا عالسريع انزلوا. جيت فتحت الباب تناوقت لقيت في ضوء برا، بعد شوي طفي، ما في، هي كلها 5 ثواني استغرقت معي. طفي الضوء، هرت البرندات، عملت هيك صوت مثل قوي كتير الحديد فوق هيك، نزلنا لتحت خالص تحت البيت. ضليت تحت البيت شي 3/4 ساعة. بعد ما اخذوني على المشفى ما بعرف شيء، اشوف فيه بعد ما بعرف، خلص بعرف انه الاولاد راحوا. كمل عينوني هيك وانا، وبعد شوي قالوا لي عيالك منيحه. رحت على كنت المشفى ولا قالوني على مشفى ثاني، رحت شفت العيال. الاولاد وين؟ خلص هون عرفت الحمد لله صار فينا، الحمد لله رب العالمين، قضاء وقدر الحمد لله، والله يرحمه الحمد لله رب العالمين. وتوفوا على صيام الاولاد، البنات التنتين كني صايمات الله يرحمهم. الحمد لله رب العالمين. في امل كان احسن يطالعوا الاولاد من اول يوم، من اول يوم بيحسنوا يطالعوا الاولاد. اصوات اصوات نسمع اصواتهم، اسمع اصواتهم تحت الرداء تحت الرديم، اسمع اصواتهم. بس ما في، سكروا الحدود ما بقى يحسنوا يدخلوا فرع الانقاذ. ولكن بسبب تقصير الامم المتحده، يعني بسبب تقصيرهم ماتت عالم كثير بدون ذنب. تحمد الله ونشكره على كل شيء، ما في اصعب من الله، لا يدوق على حدا. بتمنى اكون ميتي معهم اهون. ايه فقدت 4 بالزلزال، 4 من اولادي، الكبيرة شهد عمرها 16 سنة، والاصغر آية عمرها 14، وحمودي عمره 13 سنة، والصغيرة اسيل عمرها 5 سنين. الحمد لله رب العالمين. كنا سهرانين انا وجوزي وبنتي الكبيرة، وفجأة هيك صارت البناية تهز فينا. انا ما حسنت اول شيء، وقف على اجري، بعدين شوي دبت الصوبة علينا وشلت صغير وقمت ارقد. ما لحقت لسه اطلع من الباب، كانت البناية هابطة فينا كلياتنا. هون غميت، انا غبت عن الوعي، ما بقى اصحى شيء غير بعد نص ساعة صحيت بنتي بحضني لسات على لفتة مثل ما لفتة انا. صحت لها يا لولو يا ماما، قام فتحت وردت علي. بعدين صحت لأولادي هدوك، ما حدا رد. بعد شوي سمعت صوت برا الزلم وهيك، صرت صح لهم يا عالم يا ناس نحنا هون وهيك، وطالعوا. قلت لهم بس طالعوا لي بنتي الله يوفقكم، طالعوا لي صغيري. بعد شوي طالعوني كمان أنا.